دفتي، خصوصا خصوصا فيما يتعلق هذه النقطة بالضبط. أنا كعضو في المجلس الوطني لحزب الأفاف أتحمل مسؤوليتي التاريخية ومسؤوليتي أمام المناضلين، مناضلي هذا الحزب، ومسؤوليتي أمام الشعب الجزائري الذي رأى والذي لا يعرف من بين الأحزاب السياسية سوى الأفاف منذ 63، وهو يكافح ويناضل ضد النظام الحالي، لأن الأمر لا يتعلق برجال ولكن يتعلق بنظام فاسد. أنا نتحمل مسؤولية تاعي باش نقول أن الشخصين اللي راحوا تلاقاو بالسيد تبون للتفاوض معه أو لبيع زمامهم لا يمثلون إلا أنفسهم. هذا اللقاء لم يكن محل مشاورة أو محل أي حديث داخل هياكل الحزب. الأسبوع الماضي كان هناك اجتماع للمجلس الوطني للأفاف، أين تم اتخاذ قرار رفض أجندة النظام، عدم الدخول في أجندة النظام. لنتفاجأ اليوم بذهاب شخصين، الأول يدعي أنه الأمين الأول للأفاف والثاني عضو للهيئة الرئاسية. أنا أود أن يعرف الشعب الجزائري وأن يطمئن المناضلين أن ما تم أو ما حدث اليوم لن يتحمل عواقبه إلا الذين ذهبوا باسمهم وليس باسم الحزب. الحزب ملك للجزائر، ملك للمناضلين، ملك للتاريخ. لا يمكن لشخصين أن يمحوا تاريخ الأفاف. لفافاس إلي أكوتي دي بابل، لفافاس منذ 63 وهو يطالب باستقلال الجزائر، يطالب برحيل هذا النظام الذي نزع للشعب الجزائري الحق في تقرير مصيره. اليوم أن يذهب شخصين باسم فافاس ليتفاوض حول تحرير أو حول تحرير رهائن النظام وهم سجناء الرأي. إن الثورة الشعبية التي اندلعت في 22 فبراير لم تندلع لتحرير رهائن النظام، بل اندلعت لتحرير الجزائر من زمرة هؤلاء الحاكمين. أنا بصفتي مناضلة وعضو في المجلس الوطني للأفاف وإلى جانب زملائي كأعضاء نفس المجلس، نندد ونستنكر ونرفض هذا الانتهاك الخطير، انتهاك خطير في حق الأفاف، في حق نضاله، في حق تاريخه، في حق مناضليه، في حق الشعب. هؤلاء الأشخاص الذين ذهبوا باسمهم، ونرفض أن يتحدثوا باسم الحزب الأفاف. Est aux côtés du peuple, il est aux côtés de la révolution, il sera le 22 au rendez-vous, il est dans la révolution, il s'agit de l'Efso, Amam Chad, Mundu Nashate. L'FFS, l'un est Inch'Aouhu pour un poste de PAPI ou pour un poste de député, parce qu'elle arrive, c'est l'Amr. النظام عنده الأحزاب تاعو، وعلاش يروحوا زوج هذو يقدموا له لفافاس كهدية تاع سان فالونتان؟ علاه في عيد الحب يقدمون لفافاس كهدية؟ لفافاس أكبر منهم جميعا، لأن الأفافاس هي صدقة جارية لا تعد ملكية لأحد، بل هي ملكية للتاريخ، ملكية للجزائر. حسين أي محمد الله يرحمه خلى ولاده، خلى ورثة، خلى مناضلين، خلى رسالة، ولفافاس لم يباع ولم يشترى. هذا نضيف أن النظام، حتى النظام في حد ذاته في أصعب الأوقات اللي عاشتها الجزائر، النظام كان يحتاج إلى حزب معارضة قوي. ما عنده ما يزيد لفافاس ضمن الأحزاب تاعو، ما عندوش مصداقية لو كان يدخل لفافاس في بيت الطاعة. الآن أنا نأكد ونقول بأن ما حدث اليوم هو تصرف شخصين، لفافاس الحزب كحزب معارضة يتبرأ من هذا التصرف، ونقول بأن النظام أو الحاكمين ولا اللي راهم حاكمين يعتقدون أنهم باستضافة
هؤلاء طيب الشخصين سيكسرون الحراك وسيكسرون الثورة الشعبية. الثورة الشعبية ماضية، طيب رئيسي يعني هل ما تأثير هذا على الاف اف اس، على الحزب؟ لا شيء. الاف اف اس هذا الفعل ادى الى تلاحم منظمين الاف اف اس. على بالكم الكل يعلم بان الاف اف اس مر بعده ازمات منذ اكثر من 3 سنوات، مؤتمر استثنائي على مؤتمر استثنائي، هيئه روح وهيئه جي، ولكن لاول مره ومن هذا التصرف التصرف لا مسؤول، c'est une réaction irresponsable qui vient d'être commise par deux personnages qui n'engagent que ces personnes-là. نحن كمناضلين وكل الشعب الجزائري il y a eu un séisme عندما أعلن عن هذه الزيارة. الآن ما حدث أن الشعب الجزائري تأكد أن ما يحدث في الأف أف أس منذ أكثر من 3 سنوات هو بفعل فاعل وذاك كومبليسيتي انترن. الان كل المناضلين يدركون حقيقه ان الاف اف اس في خطر، وان من يسوقه الى النظام هو في الداخل، والامور راهي واضحه الان. لي ميليتون دي اف اف اس فيان دو سو سودي بور سوفي لو اف اف اس، باسكو لو اف اف اس لازم كل الشعب الجزائري يعلم ان لو اف اف اس هي وسيلة نضال وليست غاية في حد ذاتها. طيب. لا يعتبر هدف، بل هي وسيلة نضال. طيب. إنكار وجود ثورة شعبية يعد إنكار لوجود الشعب الجزائري. لا يمكن أن نقارن بين الأوضاع لنبرر ضرورة المشاركة أو تغيير النظام من الداخل. لا يمكن. كل من شارك في أجندة النظام تم ابتلاعه من طرف النظام. Tous ceux qui ont participé pour légitimer le pouvoir ont été engloutis dans le pouvoir. Parce que كان يقول الوالد تاعي بصفته صحفي وكاتب، كان يقول أن النظام يعرف المعارضة، على بالها بلي كاين بزاف تغرهم والنظام عنده وسائل الإغراء. كان يقول عنده وسائل الإغراء. Tous ceux qui ont voté un mandat de député ou de PAPV ou même de PAPC ont voté au pouvoir. Donc vous l'êtes. المشاركة المزيفة يصاب كما يقدروش يبدلوا النظام من الداخل، على بالهم بلي اون فوا داقوا هذيك حلاوة المنصب وحلاوة ليزافونتاج تاع المنصب واعر عليهم يعاودوا له كما كانوا بكري. طيب. النظام واش دار بوتفليقة في الجزائر عندما وضع لي سالير كي رفع لي سالير كان على بالي واش كان يدير. ما كانوش يتسارعوا على المناصب من اجل المشروع السياسي، كانوا يجروا الى الانتخابات من اجل المناصب.